بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الموت ليس لشهدائنا وإنما الموت إلى قتلتهم. شهداؤنا أحياء مكرمون حباهم وكرمهم رب البرية بالشهادة ونالوا الخلد والفوز العظيم. أما قتلتهم فلهم الخزي ولهم العار. حكام الأمارات الجبناء الذين يستعينون بالمرتزقة ويسخرون المال من أجل سفك دماء الأبرياء في اليمن أو قتل الشباب الأبرياء في البحرين وهم أجبن بشر خلقهم الله لا يقوى فارسهم القوي أن يجابه طفلنا الصغير، لكن أموالهم هي التي تتحرك ونحن نتحرك بإرادتنا وبوعد السماء وعهدنا للشهداء سيستمر. أتظنون بقتلكم ستركعون شعبنا؟ أتظنون بجيشكم أن ستدفعونا لنرجع إلى بيوتنا؟ أتظنون بتحالفاتكم الوهمية أنكم ستهزموننا؟ هيهات هيهات. نقول لكم كما قالت أمهات الشهداء الصابرات الثابتات الشامخات المرفوعة رؤوسهن عاليا مبتهجات مسرورات مفتخرات بعطر الشهادة. نقول لكم وهن يتأسين بسيدتهن ومولاتهن زينب عليها السلام: والله إننا لنستصغر شأنكم ونستعظم تقريعكم لكن الصدور حرة والعيون عبرة. ألا العجب كل العجب لقتل حزب الله النجباء بحزب الشيطان الطلقاء. لكن نقول لكم فما فريتم إلا جنودكم وما حززتم إلا نحوركم وسيجمع الله بيننا وبينكم يوم القيامة فتحاجون وتخاصمون. فانظروا لمن الفلت وإن غدا لناظره قريب. هيهات من الذلة هيهات من الذلة هيهات من الذلة هيهات من الذلة عن حقنا ما نتخلى هيهات من الذلة عن حقنا ما نتخلى هيهات من الذلة. يسقط محمد بن زايد 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 يسقط محمد بن زايد. بأمركم هذا لن يخفى أو يسكت أو يغيب صوت وشعار الثورة الذي ختم بحبر الدم. بحبر الدم ختم الشعب وقرر قراره أن لا يتعايش ولا يتصالح ولا يتحاور مع المجرم الذي تلطخت أيديه من دمائنا، مع المجرم الذي هدم مساجدنا، مع المجرم الذي انتهك أعراضنا، مع المجرم الذي استدعى قوات الاحتلال المتعددة الجنسيات إلى بلدنا، مع الغاشم القاتل المجرم حمد. هيهات أن يتصالح مع الشعب، ولقد كتب بحبر الدم أن يسقط حمد من أول قطرة دم سقطت من أول شهيد علي الشامع وختمت اليوم ولن تكون الأخيرة لأن التضحيات مستمرة بمشامع الآخر سامي مشامع وعباس السميع وعلي السنقيس. دماؤهم كتبت وقررت يسقط حمد يسقط حمد.